ولدي الكبير خرج ليا من المدرسه قال لك ما بغاش يدعس اصحابه يضحكوا عليه. وحاسكم بان الراجل بفمه قال لي شرب من بولي قال لي شرب راه راجلي باري راه راجلي ما دارش هادشي. انا راجلي كان كي خدام وجاي في الليل كان سكران. انا راجلي بلي بالشرب بالسكر طاح جاي في الليل جاي تلقى لي واحد السيد شدو بركي كيصوت فيه كرفص عليه شادو من رجلو وكيجر فيه كيجر فيه يعني كاع المشروع جراه بيه كاع سناقي بزنقه بزنقه كيقول لي وريني ما حالك وغادي كيقول لي اليوم غير بيا ولا بك واحد بينا غادي تخص وواحد غادي يمشي سميتو. انا قال لي غنتلمك اليوم على وليداتك بغي طاح جاي جارو بغي واحد طلع عليه قال لي ها فلان مالك قال لي لوح لي قرعه تاع الماء لوح لي قرعه الماء شربها وحاسكم بان الراجل بفمو قال لي شرب من بولي قال لي شرب شرب قال لي هكا شرب شرب قال لي البول وطاح جاي جارو تلقى مع واحد السيد قال لي وري لي ما حالو. السيد بغى يخرج من الطوموبيل بغى يوري لي ما حالو داز حط عليه داز خطف ليه شكاره. انا راجلي طاح للسيد واكل العصام كربس محن طاح للسيد السيد بغى يخطف لي لاخر شكاره زاد خلى راجلي لاخر بغى يمشي ديكلاري قال لي راه فلان ومعاهم فلان كان سكران وبغى هذاك. دابا انا راجلي بغيت تشد وتحكم لاخر حكموا عليه مولف على حكموا عليه غير بستة راجلي انا حكموا عليه بعشرة اللي مدي محكوم بعشرة واللي ما مديش تحكم اللي مديش تحكم بعشرة والاخر ستة. علاش هاد الشيء وراجلي تكرفص وراجلي تمحن وراجلي انا وولدو دخلناه بعومنا حيد عامر بول انا وولدو دخلناه الطواليط وعومناه حيد عامر بول بين لي فمو والناس كيقول لك كرفصوا محنوا تعدى عليه وانا كيفاش نقولوا الحق ما قدرناش قال لك نخافوا منه يغدرنا يدير لينا ولكن علاش هاد الشيء ونادي ثلاث دموع وباعوا في الحياة وعشر سنين بزاف عليه وعشر سنين بزاف على ولها على هي وعلى وليداتي ضاعوا ووليداتي تعذبوا ووليداتي تمحلوا وتكرفصوا وتعلوا وتحبوا وجاعوا. انا مريضة انا عندي مرض مدمن ما قداش نخدم في الموقف في السرويات يا كذاك خدستا ترى راجلي تحكم بحالو علاش انا راجلي ما درتش وتحكم بعشرة علاش انا راجلي ما درتش وتحكم بعشرة علاش انا راجلي ما درتش وتحكم بعشرة والاخر اللي دار تحكم بستة راجلي تحكم بعشرة داروا لي سرقة وراجلي ما سرقش والسيد اللي مشفور كيقول لي هذاك السيد راه ما داش ليا هذاك السيد كان سكران والاخر راه مكارفس وكيقول لي راه ما داش ليا فلان راه فلان اللي خدا ليا الشكارة والفلان اللي خدا ليا فيها الشكارة بفلوسه فيها الفلوس واش واحد دا الفلوس. انا راه وليداتي تكرفصوا راه ولدي الكبير خرج ليا من المدرسة قال لك ما بغاش يدعس صحابو يضحكوا عليه حيت صحابو كيعايروا بباه كيقولوا لي سير باك حباس سير باك راه تحبس هو خرج ليا من المدرسة. وقع هادشي في شهر واحد تاع العام اللي فات عام نهار 16 في شهر واحد تاع عام الاول هو مشدود قلتوها من خدام هو حيت 10 سنين بزاف. انا بغيت راجلي شنو دير واش قاتل يقولوا يصارحوني بهذا الشيء راه راجلك فاعل. قال السيد قال لهم الدوليه ساك فيه الورق تاع الطوموبيل ولكن السيد كيسوق الطوموبيل ديالو لا فلوس قالوا فلوس
سيد قال لي تساقط لي 40,000 ريال. اه قال لي 40,000 ريال. هادشي انا اللي عارفه، هادشي انا اللي عارفه، هادشي انا اللي عارفه. انا تحريت للراجل وسلمت لي على رجلي وطلبته وقلت له ما ترحمنيش انا وما ترحمش هو، ارحم وليداتو. رفعت لي وليدات، وليداتي تشردوا. قال لي شوفي انا داكشي اللي قلته في المحكمه اللي دخلت عند قاضي التحقيق وقلت راه باقي نقولوا. قال لي السيد بغى مشى بديدائيه هو خارج ولا واقف قدام الجندارم، بغى واقف قدام المحكمه وانا نقول ليه في غادي بقى لي غادي بيا جنايات. قلت لي علاش؟ قال لي انا ما عارفش. انا قال لي ما عارفش علاش غادي. وقبل هضر معايا قال لي انا مشيت غيموبه السبيطار. قال لي انا محكوم بشهر 12 ولكن قال لي ما قداش نقولها لك، ما قدرتش. قال لي نقولها لك ونقول ولاد نقولها لولادك خايف. قلت قال لي خايف عارفك بريضه خفت نقولها لك. وتمشي قال لي دير في شي حاجه راس في راسك شي حاجه. قال لي ما قدرتش ما عنديش الوجه. قال لي انا دابا حاليا مريض. قال لي انا حاليا مريض. قال لي ما عنديش. قال لي شوفي الله يرحمك الوالدين انا ما عنديش. انا راجلي كبير، انا راجلي كبير، راجلي كله صحته داتو لي رجلو داير عمليه، داير عمليه على رجلو، داير عمليه على رجلو. انا ما عنديش ما ناكل ولادي. انا راه تعريت انا ولادي وتحبيت انا ولادي. انا راه ما عنديش. انا راه نعيس. انا كنطلب من خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب يشوفوا من حال وليداتي، يشوفوا من حال وليداتي. با مشى مظلوم وبريء، با بريء بريء في هذا الشيء اللي تهموه. هو اللي عندي هو كان كيجي كيما كان كيبوع ويجيب لهم ياكلوا، كيما كان كيبوع ويجيب لهم ياكلوا. دوك رقوا منهم الله، منهم الله وخوتنا المسلمين اللي عاونوني على ولادي، عاونوني عاونوني على وليداتي. وشوفوا من حال راجلي حيت مشى بريء، راه راجلي بريء، راه راجلي ما دارش هذا الشيء. راه كيما كنهضر وكنعاود كنقول راجلي بريء، راجلي ما دارش، راجلي مشى مريض، راجلي دقدقو محنو حاسكم تمن البول شربوا ليه تمن. وعباد الله كيطلوا بالشراجم وما كاينش ليه باب فكو وما كاينش. جا حفيان فلوس مشاو لهذيك الليله وجا عندي حفيان. كقال لي عتقون يحلوا عليا الباب غيقتلني. ودخلت انا ولدو عومتو في ديك الطوالات اللي كانت كتهضر تقول لك اه ولدي كان باغي يهضر. ولكن خرج، ولكن خرج. قال لي حيت قال لي بابا بقيت قديت نستحمل. وقال لي وكتعدي بينك ونص ساعه كنشوفو كتبكي وتسي بريضه. وكيبيع ولدي الميكا في السوق، كيبيع الميكا باش كيجيب لي هذيك 400 او 600 باش نعيشو انا وخوتو. حيت انا ما قدرتش، انا عندي الضيقه، عندي مرض مدمن. في اي لحظه مره هلو مره كنمشي للانعاش حيت اي لحظه نقدر نموت. اي كنقبلك هكا باركه كنعس هكا باركه هكا باركه. حيت الا نعس العين بايا او جنبي او كنتخنق ما كنقدرش. عندي جوج رموزات في النهار.